يا دان يا دان يا دان يا دان يا دان يا لا تحسب البعد في ظنك يخلف وانا على الترتيل يا يا دان يا دان يا دان يا دان يا وداني يا دان يا دان يا وداني يا دان يا دان يا لا تحسب البعد في ظنك يخلف وانا على الترتيل يا كنت أحلم أن أضع بدلا من الشباك الألمنيوم شباكا خشبيا يحكي واقع أجدادي وما كان عليه البناء في بلادي لأستعيد بعضا من ذكريات الحارة. وبعد أن بدأت في أول شباك أتبعته بالثاني ثم الثالث، ثم ما لبثت أن حولت واجهة البيت بالكامل إلى أعمال خشبية مزخرفة بزخارف من التراث. ومن هنا كانت مرحلة الانطلاق لإنشاء متحف شامل جامع ومنوع لمختلف الحضارات. إنها مسيرة 50 عاما من الكفاح الإنشائي والتجميعي من مختلف أنحاء العالم، ووضعت نصب عيني كل الدوافع الوطنية والإسلامية والحضارية، فكانت مدينة الطيبات العالمية للعلوم والمعرفة، شمس تشرق وحلم يتحقق. كان لا بد وأن ينتهي الأمر بأن يكون متحفي هذا متحف حضارة. عاش عبد الرؤوف حسن خليل، مؤسس مدينة الطيبات العالمية للعلوم والمعرفة. عاش طفولته داخل بيوت جدة القديمة، وتجول بين حاراتها وعيناه تراقبان وتسجلان عمق التاريخ، ليؤكد حرصه لبناء هذا الحلم على أرض الواقع، حيث أظهر فيه تتابع حضارات الإنسان على مر الزمان، وجسد فيه تاريخ المملكة العربية السعودية. وقد تحقق ما أعده
في مخيلته، فكانت الثمرة 3 متاحف، كل متحف منها له علامته ودلالته. واليوم لنا وقفة وثائقية مع متحف مدينة الطيبات العالمية للعلوم والمعرفة. ولد الشيخ عبد الرؤوف حسن خليل في حارة اليمن عام 1937 ميلادي. وقد نشأ في رحاب مدينة جدة ليختلط فكره بالثقافة الحجازية، وبدأ في دراسة مختلف الحضارات الإنسانية على مر الزمان ليجسدها كواقع ملموس تستفيد منه كل الأجيال القادمة، وتمثلت في مدينة الطيبات العالمية للعلوم والمعرفة. من هنا يتحدث التاريخ، حيث تجسد مدينة الطيبات العالمية للعلوم والمعرفة عبق الماضي مع تناغم الحاضر ورؤى لمختلف الحضارات العالمية. هي تجسيد يحكي التراث الحجازي في تمازج لحارات جدة القديمة، والتي عرفت بحارة الشام والمظلوم واليمن والبحر، حيث تحتضن نماذج من العمارة التراثية المختلفة مثل باب مكة التاريخي، وهو معلم بارز من معالم جدة القديمة والذي يرتاده معظم الزوار. كانت البداية عام 52 ميلادي عندما أرسل والده إلى مصر لاستكمال الدراسة. قد كان يوفر من مصروفه الشخصي ويشتري القطع الفنية والأثرية. في بداية التأسيس استعان بكثير من أهل الخبرة في مجال التراث الحجازي، وتبادل الرأي والمشورة مع كثير من المختصين المعماريين. وكان يتجول كثيرا في حارات جدة القديمة والتأمل في الرواشين وأسلوب البناء، حتى تبلورت في ذهنه فكرة إنشاء مدينة الطيبات على نفس النمط الحجازي، ومن هنا كانت البداية. وهنا نماذج من الطراز الينبعاوي مجسد في بيت ينبع، الذي يشكل تحفة معمارية إبداعية لفتت أنظار الزائرين. لقد تجسدت عناصر العمارة الحديثة في هذا الصرح على الكثير من مفردات وظيفية للبيئة، مثل الأعمال الخشبية والجبسية والحجرية بمختلف أشكالها وأنماطها، حيث كان التخطيط لهذا الصرح يعكس حركة الإنسان داخل مدينة جدة القديمة، متمتعا بمناخها المعتدل رغم حرارة الجو من الخارج، نظرا لتخلل الهواء عبر أزقتها وحاراتها ومبانيها المتباينة في الارتفاع. تتكون مدينة الطيبات العالمية للعلوم والمعرفة من عناصر رئيسية مختلفة أسست لتخدم كافة الشرائح الفكرية والعلمية والثقافية في مساحة 10,000 متر مربع بعدد 12 مبنى، ليصل
عدد مساحتها البنائية إلى 18 ألف متر مربع. تتكون هذه العناصر من التالي: أولاً المسجد، ثانياً المكتبة العامة والمجلس الثقافي، ثالثاً المقعد وهي قاعة المؤتمرات، رابعاً مركز إدارة المدينة، خامساً مدارس الفرقان لتعليم القرآن ومكوناتها، سادساً بيت عبد الرؤوف خليل التراثي، سابعاً المتحف، وثامناً خان آل خليل التراثي. وقد استغرق بناء المدينة منذ أن بدأ في عام 1408 للهجرة الموافق للعام 1987 للميلاد، ما يقرب من 15 عاما بذل خلالها جهد سخر له كافة الطاقات البشرية والآلية والتجميعية والتوثيقية لتكون وفق منهج علمي على أرقى مستوى. المسجد. يتكون مسجد مدينة الطيبات من مئذنتين وقبة خضراء تحاكي في بنائها المسجد النبوي الشريف، وتزين واجهة المسجد بزخارف على الطراز الحجازي التي تشكل لوحة إبداعية في تجسيد الماضي على واقع الحاضر، وزينت جدرانها برواشين ومرافع الشراب. ساحته الخارجية مغطاة بالرخام الأبيض زينت بالنوافير، ومظلة من الخشب المزين بزخارف نباتية وأسماء الله الحسنى بالخط العربي. وتبلغ المساحة الخارجية 270 مترا مربع، وأما من الداخل فتبلغ مساحته 307 أمتار. يا من يا من وقد قسم إلى قسمين: الأول هو مصلى أرضي للرجال يستوعب 150 مصلي، والقسم العلوي للنساء يستوعب 50 مصلية، إضافة إلى الساحة الخارجية لمصلى النساء. وقد روعي في بنائه تطعيمه بالجبس المحفور بزخارف نباتية وهندسية توضح روعة الفن الإسلامي. كما زينت جدرانه بنماذج من الرواشين والمشربيات. وعدد من اللوحات القماشية المكتوبة بالخط العربي لآيات من القرآن الكريم. ودعم المسجد بالأضواء المختلفة الأشكال التراثية المصنوعة خصيصا للمسجد على شكل مشكاة كتب عليها أسماء الله الحسنى وبعض الآيات القرآنية الكريمة، وكذلك بعض الأتاريك القديمة.
من لي سواك إذا تنافلت الهموم، من لي سواك إذا تنافلت الهموم. المكتبة العامة. ومن هنا ننطلق إلى مقر المكتبة العامة والمجلس الثقافي في مدينة الطيبات. تحتوي المكتبة على أكثر من 20,000 عنوان في مختلف العلوم الفكرية والعلمية والتاريخية والأدبية وغيرها من العلوم على مختلف الكتب العربية والإنجليزية. كما تحتوي على مجموعة أجهزة كمبيوتر لخدمات النت، وأيضا قاعة للقراءة مجهزة وتتسع لما يقرب من 20 شخص، تستقبل القراء والباحثين في أي وقت. وقد أسس المجلس الثقافي في مدينة الطيبات لإطلاق الفعاليات وتنظيم المؤتمرات الثقافية وإعداد البرامج العلمية تحت مسمى مجلس الطيبات الثقافي. المجلس الثقافي يهتم بإبراز الألوان الثقافية لمدن المملكة بطريقة حضارية واعية، يقدم من خلالها الألوان الفلكلورية، أيضا الألوان الفنية لكل مدينة بفنونها بأزيائها بحركاتها التراثية الفلكلورية. توجب على هذه الشريحة الثقافية والفنية المشاركة في توعية الثقافة والأدب والفن في الوطن العربي بصفة عامة وفي مملكتنا الغالية بصفة خاصة. لازلنا في تحضير برامج سنوية ستكون مجدولة طوال العام عن دعم الحركة الثقافية للمجلس الثقافي. المقعد الكبير، قاعة المحاضرات. تبلغ مساحة القاعة 240 مترا مربع، وهي تسمى بالمقعد الكبير، وتتسع لما يقارب 300 شخص. وتأخذ هذه القاعة شكلا إبداعيا في تصميمها، حيث تلامس بذلك عمق التراث الحجازي، حيث امتزجت المجالس بالمقاعد والكرويتات، وأخذت المشغولات الخشبية في تشكيل السقف لبيوت جدة القديمة أو بما يسمى بالمرابع، ووضعت الأتاريك لتأخذ شكل الإضاءة القديمة. يحتوي مركز الفرقان على أكثر من 50 قاعة دراسية لتعليم القرآن الكريم. ويحتضن المركز أكثر من 700 طالب وطالبة من أعمار مختلفة الذين تموا حفظ كامل القرآن الكريم، تجاوز عددهم أكثر من 100 طالب وطالبة. ويضم مركز الفرقان لتعليم القرآن أكثر من 120 موظفا وموظفة في جميع الأقسام. وقد أنتج المركز أكثر من 40 وسيلة تعليمية لتعليم الأطفال والمبتدئين. بيت عبد الرؤوف خليل التراثي. وحتى يتعرف الزائر على طبيعة أسلوب الحياة
في البيت الحجازي القديم أسس في المدينة ما يعرف ببيت عبد الرؤوف خليل التراثي، وهو بنفس النمط التراثي القديم الذي كانت تعيش فيه الأسرة السعودية في منطقة الحجاز، حيث يتكون من المقعد، وهي غرفة مخصصة للرجال، ويحيط المقعد ما يعرف بالمساند، ويمتاز المقعد بدكة الروشان وأيضا الكرويتة، إلى جانب مرفع من الخشب يوضع عليه شراب الماء الفخارية، وفي الدور العلوي غرفة المؤخرة أي غرفة النوم، حيث يوجد بها ناموسية من القماش الخفيف المثبتة على الجدران، كما يزين الجدران أدوات منزلية قديمة كانت تستخدم مثل المكواة الفحمية والأباريق، وكذلك بيت المصحف وبيت المروحة وبيت المدك وبيت المشط، وهي عبارة عن أكياس من القماش المستخدم على هيئة جيوب لتحفظ هذه الأشياء داخلها. ويحتوي المنزل على غرفة سميت بالصفة، وكانت تستخدم كغرفة للمعيشة واجتماع للعائلة وغيره. وهنا متحف مدينة الطيبات للحضارة العالمية، حيث برز هذا المبنى ليكون إطلالة على قدم الزمان وعصور الإنسان، وليحكي تاريخ الأمم عبر القرون الماضية والزمان الحاضر. يتكون المتحف من 4 طوابق، حيث يحتوي على 130 قاعة بعدد 12 جناحا قسمت على النحو التالي: الطابق الأرضي، وسمي بجناح الثقافة العامة، الطابق الأول سمي بجناح الحضارة الإسلامية، الطابق الثاني سمي بجناح التراث السعودي، الطابق الثالث سمي بجناح التراث العام. من هنا ومن جناح الثقافة العامة ننطلق نحو التاريخ والحضارات. سمي بجناح الثقافة العامة لتناوله جوانب مختلفة منذ العصر الحجري وحتى العصر الحديث، كما أنه يحتوي على مجسمات عمرانية لحضارات ما قبل التاريخ. إلى جانب مجسمات للعمارة التقليدية لبعض مناطق المملكة العربية السعودية، إضافة إلى قاعة البرحة السماوية والمقهى الثقافي. ويحتوي هذا الطابق على قاعة الفن التشكيلي لفنانين سعوديين وعرب وعالميين، خطت ريشتهم أروع اللوحات وأجمل الإبداعات. قاعة الفن السعودي وتحتوي على عدد كبير من لوحات الفن التشكيلي. أما الفن السعودي فيوجد به لوحات لأشهر الفنانين مثل هشام بن جابي وعبد الله نواوي ومحمد سيام وغيرهم أيضا من مبدعي الفن التشكيلي السعودي، تجسد جوانب من الحياة اليومية
للمجتمع الإسلامي في العهد القديم، ويعود تاريخ هذه اللوحات إلى ما يقرب من 35 عاماً. وكذلك يحتوي جناح الثقافة العامة على قاعة خاصة للمبدعين في الفن التشكيلي، أعدت كمرسم مجهز بكافة التجهيزات. وهنا قاعة الفن الإيراني، وهي مقسمة إلى جناحين. الجناح الأول يحتوي على قطع من النحاس والبرونز الأحمر والأصفر المشغولة يدوياً، والتي تحكي في مجملها القصص التاريخية وتعرض مختلف التراث القديم وقصائد شعرية. وأما الجناح الثاني فيحتوي على قطع من السجاد الحريري المصنوع يدويا وعدد من اللوحات الفنية، وكذلك ما يعرف بفن المنمنمات التي تعرض إبداعا من نوع آخر ممزوجة بروعة تداخل الألوان. يعود تاريخ هذه اللوحات في مجملها إلى أكثر من نصف قرن، تمثل تاريخ الفن الفارسي ودقة روعته. يحتوي ركن الفن الإسلامي على مجموعة متميزة من سجاد وزخرفيات ولوحات قرآنية بخطوط مختلفة، وأهم ما يميزها سجاد من الحرير يعود للقرن 19 الميلادي، إضافة إلى نموذج مصغر لباب الكعبة المشرفة مصنوع من رقائق النحاس. وهنا جناح الفن الإسلامي يعرض فيه مجموعة من الأعمال الزخرفية والخشبية المزينة بالأحجار شبه الكريمة والمعادن النقية ذات الألوان الزاهية، تعود إلى شمال إفريقيا مثل الصناديق الخشبية المطعمة بالأحجار الكريمة وعظام الحيوانات وغير ذلك من القطع الإبداعية التي تعود إلى بداية القرن 20 الميلادي. أما هنا قاعة رحلة الإسلام التي تحمل الزائر لبداية الإسلام، حيث تحتوي على نموذج مصغر للكعبة المشرفة وبئر زمزم والمشاعر المقدسة، وكذلك غار حراء وغار ثور، وأيضا عرض لأحداث موقعة بدر الحربية. وخيمة أم معبد، المرأة التي وصفت الرسول صلى الله عليه وسلم أدق وصف. وكذلك عرض لموقعة الخندق، ومساجد قديمة تاريخية، ومنبر الرسول صلى الله عليه وسلم وبيته الذي دفن فيه. كما يحتوي الطابق الأرضي على قاعة العلوم الطبية، والتي تحتوي على صور فوتوغرافية تعليمية طبية لمختلف أجزاء وأجهزة الجسم كالجهاز التنفسي والهضمي، وكذلك مجسم كامل للهيكل العظمي لجسم الإنسان وغيرها لتخدم الباحث والدارس في هذا المجال. كما يوجد أيضا قاعة للعلوم الكونية والتي تتميز بصورها العلمية عن الكون، والتي تشرح تفاصيل وصول الإنسان للفضاء الخارجي إضافة إلى المعلومات المتوفرة، والتي تفيد الباحث والزائر والدارس في مجموعة لوحات. قاعة الحاسوب والتقنية الرقمية، حيث تعرض صور الإبداع الإنساني في استخدام الحاسب بعدد من الصور الفوتوغرافية العلمية. قاعة المعلومات العامة، وتتميز هذه القاعة بمجموعة من اللوحات التعليمية في مختلف العلوم العامة كالغذاء والاختراعات والمخترعين المسلمين والأجانب ووسائل المواصلات، وكذلك عن الحيوانات البرية والمائية المنقرضة، وأيضا لوحات علمية أخرى. وهنا فصل للآثار، والذي يستوعب 20 متدربا ويحتوي على عدد من اللوحات تمثل العصور الإسلامية كالعصر العباسي والعصر الأموي والدولة العثمانية
ولوحات لمختلف الحضارات. إضافة إلى معمل لتعليم اللغات مجهز بعدد 25 طاولة صوتية وشاشة عرض. ولازلنا نسير في أروقة الطابق الأرضي وممراته التراثية المليئة بالمعلومات والمجسمات. فعلى الجدار لوحات كتابية لموسوعات وضعت لمختلف العلوم، حيث توضح أبرز المعالم لحضارات ما قبل الإسلام، إضافة إلى ملامسته لحضارة المملكة العربية السعودية وبعض النماذج التي تمثل العمارة الحجازية بشكلها التراثي والتاريخي. ثراء تاريخي يتجلى في الجناح الإسلامي لحقب تاريخية مضت جسدت تعدد الثقافات الإسلامية المختلفة، حيث يحتوي على 35 قاعة تشمل الحقب التاريخية الإسلامية. وقد أثارت قاعة كسوة الكعبة المشرفة اهتمام الزائرين، حيث تحتوي على كسوة الحرمين الشريفين، وتتميز هذه القاعة باحتضانها أعرق قطعتين من قماش كسوة الحرم المكي والحرم النبوي الشريف، حيث يصل عمر إحداها إلى ما يقرب من 500 سنة والأخرى إلى 300 سنة تقريبا. كما تحتوي على قطع أصلية لستارة الكعبة المشرفة قديما وحديثا، إضافة إلى نماذج لمفاتيح الكعبة المشرفة، حيث توضح مدى اهتمام المسلمين بالكعبة المشرفة على مر العصور وخاصة في عصر النهضة السعودية. وهنا نرى نموذجا لمقام سيدنا إبراهيم عليه السلام يوضح الهيئة التي كان عليها في العقود الماضية. تضم هذه القاعة قطعا أثرية عديدة من مختلف الصناعات الزجاجية والخزفية والفخارية والأواني النحاسية والحلي والجلود والآلات الفلكية، إضافة إلى عدد من المخطوطات. وتتميز هذه القاعة أيضا بمجموعة من الأدوات الطبية والجراحية القديمة والتي يرجع تاريخها إلى القرن السادس الهجري. قاعة القرآن الكريم والخط العربي. إن الحقبة التاريخية لهذه القاعة تمتد من القرن الأول، وتمتلئ القاعة بالمصاحف والمخطوطات القرآنية التي توضح تطور الكتابة عند المسلمين، والزخرفة المستخدمة من الذهب والجلود وروائع الخط العربي ودقة تكوينه. وتتميز هذه القاعة بمختلف العلوم الأخرى، الديني منها كالحديث والفقه والتفسير، والعلمي كالفلك والزراعة والطب والحساب وغيرها، حيث تظهر مدى براعة تناول مختلف العلوم في العصور الإسلامية الأولى للمسلمين، حيث تحتوي القاعة على عدد كبير من المخطوطات. كما يوجد جناح كامل للخط العربي بمختلف أنواعه مثل الخط الكوفي والعثماني والثلث والنباتي وغيرها من أنواع الخطوط العربية، وجميعها تشكل لوحات لمختلف العبارات الأدبية والدعائية والحكم والأمثال والآيات القرآنية. وتمتاز هذه القاعة بلوحتين تجسد روعة فن المنمنمات ومدى براعة الإتقان في الصنع، إضافة إلى مجموعة من اللوحات التي تظهر إبداع الفنانين في هذا المجال، إضافة إلى احتواء القاعة على مجموعة من الأدوات العلمية التي أظهرت عمق فكر المسلمين وثقافتهم مثل البوصلة والإسترلاب وبعض الأدوات الجراحية. ومعظم هذه الأدوات انتشر استخدامها في مختلف البلدان العربية والإسلامية والعالمية، وكانت أساساً قوياً لتطور بعض العلوم الحديثة.
قاعة الحلي والمجوهرات، حيث تعرض هذه القاعة أروع القطع النفيسة من الحلي والمجوهرات التي تحكي جمال صنع الإنسان في العصر الإسلامي ومدى عمق حضارته، حيث عرفت بغناها بالأحجار الكريمة والمعادن النفيسة، والتي تميزت بدقة الصنع وجمال زخارفها. وأهم ما يميز هذه القاعة قطعة تعود للقرن الثامن الهجري، وأخرى تعود للقرن السادس الهجري. قسمت هذه القاعة إلى عدة أقسام، فمنها ما كان على هيئته وطبيعته الأصلية، ومنها ما استفاد به الإنسان وشكله وزخرفه. هذه القاعة تضم أندر الأحجار والصخور وبعض الحافير والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة. وبعض المجوهرات وكذلك اللوحات الفنية الحجرية الصنع. تمتاز هذه القاعة بأحفورة لرأس تمساح يقدر تاريخها بملايين السنين. تحتوي قاعة الأسلحة القديمة على قطع تعتبر من أندر القطع، تعود إلى القرن الحادي عشر الهجري، ومنها السيوف المذهبة والخناجر الفضية المزخرفة والدروع المدعمة بالمعادن والجلود، وأيضا السهام والفؤوس والحراب. حيث برع الصناع في الدولة الإسلامية في صناعتها وتشكيلها وتزيينها، سواء بالذهب أو الفضة أو العاج، وأيضا الأحجار الكريمة والخيوط الحريرية، وبعضها منقوش بالخط العربي بطريقة إبداعية مختلفة. فكانت القطعة تعتبر فريدة من نوعها، مميزة بشكلها وصنعها. ومثلما تتطور العلوم تتطور الأدوات الحربية والعسكرية، ويظهر ذلك من خلال قاعة الأسلحة النارية، والتي توضح قطعا للأسلحة النارية ومراحل تطورها وأساليب استخدامها والمواد المستخدمة فيها، مثل الطبنجات التي تستخدم البارودة وحجر القدح. وقد تميزت هذه الأسلحة أيضا بزخارفها الرائعة، مثل المزخرف بالصدف والمعادن النقية والجلود والكتابات، وبعضها كتب عليها آيات من القرآن الكريم، مما أكسبها جمالا فريدا في دقة التصنيع وجمال التزيين. تضم قاعة المسكوكات النقدية عددا من العملات النفيسة النادرة، يرجع تاريخ البعض منها للعهد النبوي الشريف، وأخرى يرجع لعهد الخلفاء الراشدين، وكذلك للحقب التاريخية الإسلامية المختلفة على مر العصور. وقد عرفت عهودها مثل العهد الأيوبي والفاطمي وغيرها من العهود الإسلامية. وقد صنعت بعض هذه المسكوكات من الذهب والفضة، وبعضها يحتوي على اسم الخليفة وتاريخ سكها. وتظهر هذه العملات مدى قوة الاقتصاد الإسلامي لكل فترة زمنية، وتعطي أمثلة لمدى قوة الحضارة الإسلامية ومدى اتساعها وتقدمها. ومن أبرز الصناعات التي برز فيها المسلمون، التي توضح قدرة الصانع المسلم على تطوير المعادن المختلفة
لتناسب حياته ومتطلباته من هذه المعادن النحاسية والبرونزية المطعمة ببعض المعادن النفيسة كالذهب والفضة، وتزين أيضا بمادة المينا الملونة والتي تعود لأكثر من 14 قرنا للحضارات الإسلامية المختلفة. صناعة الفخار والخزف والتي اشتهرت بها بعض المناطق الإسلامية، فقد تفننوا في صناعة وطرق تزيينها بالألوان الطبيعية الزاهية، واستخدموا في ذلك بعض الكتابات القرآنية وبعض الأدعية، مما أكسبها تميزا عن بقية الصناعات في البلدان والحضارات الإسلامية الأخرى. ومن المواد التي استخدمها الحرفي المسلم وبرع في استخدامها هو تميز الصناعات الخشبية والعاج، حيث أدخل على هذه الصناعات الكثير من الأساليب والفنون القديمة الخاصة بالفن الإسلامي. الرخام والحجر والجص، ومن أشهر الصناعات التي اشتهر بها المسلمون صناعة الرخام والجص والحجر، حيث تم نحتها وتشكيلها واستخدامها في مختلف المجالات والأماكن مثل القصور والمساجد، فصنعوا النوافير وتيجان الأعمدة ولوحات الفسيفساء الفريدة من نوعها والتي بقيت إلى يومنا الحاضر، وهي تغطي 14 قرنا في مجمل تاريخها. السجاد والبسط أشهر الحضارات الإسلامية التي كانت وما زالت رمزاً للجمال ودقة الصنع. صناعة السجاد والبسط من الحرير والصوف والقطن. المنسوجات والألبسة، تتميز الحضارة الإسلامية بصناعة المنسوجات والألبسة المصنوعة من مختلف الأقمشة، وقد برع المسلمون في المواد المستخدمة في زينة هذه المنسوجات والألبسة، فاستخدموا الخيوط المعدنية والألوان الزاهية. يحتوي هذا الجناح على قطع من الأثاث الخشبي والمعدني والفخاري والسجاد من الحرير والصوف ولوحات مختلفة من التراث الإسلامي. وحتى يكون هناك تمازج ومقارنة بين الحضارات، أسست قاعة خاصة سميت بالقاعة الأوروبية، يستطيع الزائر فيها أن يمزج بين الثقافات المختلفة، حيث تعرض القاعة قطعا فريدة من أثاث وأدوات طعام ولوحات من الخيوط الحريرية المصنوعة يدويا. ولا شك أن الزائر وبعد هذه الرحلة التي خاضها في أروقة وأجنحة هذا المتحف بحاجة إلى استراحة حتى يتسنى له إكمال الرحلة، وذلك في قاعة أعدت لذلك حيث صممت بشكل حجازي، وسميت القاعة بالمقعد لبنائها على الطريقة الحجازية القديمة المستخدمة داخل البيوت بما يسمى دكة الروشان والكرويتا، وقد زينت بمختلف اللوحات والمشربيات والرواشين، والتي تحتوي على دكة الروشان والكرويتا. لزمان نسائمه التي نحن لها، وللواقع طموحاته التي نبشر بها. بين الإرث التراثي والتناغم الفلكلوري وتاريخ ضم بين أحضانه توحيد المملكة العربية السعودية ومسيرة بناء وعطاء. وكان لهذا الجناح الذي يجسد الحقبة التاريخية للمملكة العربية السعودية منذ التأسيس وحتى يومنا الحاضر وبأسلوب علمي متميز وبعرض متكامل أكبر الأثر في الحفاظ على هذا الإرث التاريخي الرائد منذ ما يقارب 100 عام تقريبا. وأول انطلاقتنا في هذا الجناح
ستكون من قاعة العملات والطوابع والتي تجسد النواحي الاقتصادية المختلفة للمملكة بمختلف مراحلها التاريخية القديمة والحديثة. وقد تتميز هذه القاعة بوجود عملة قديمة تسمى طويلة الحسا وتعود للقرن 13 للهجري. وكذلك تحتوي على الجنيه الذهبي الأول الذي صك في عهد الملك عبد العزيز في عام 1370 للهجرة الموافق لعام 1951 للميلاد، وكذلك إصالات الحجاج فئة العشر ريالات لعام 1372 للهجرة الموافق لعام 1952 للميلاد، كما تتميز بالطوابع الصادرة في عام 1291 للهجرة الموافق لعام 1872 للميلاد، وقد طبعت في مصر وختم عليها ختم مكتوب فيه جدة، وكذلك طوابع للعهد الهاشمي الحجازي، وأيضا أول 24 طابعا للمملكة العربية السعودية في عام 1353 للهجرة الموافق لعام 1934 للميلاد. لقد خصص هذا الطابق لعرض مختلف أنماط الحياة لمختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وروعي في تصاميمه التي قام بتنفيذها فنانون سعوديون متخصصون ومبدعون ليجسدوا الواقع الطبيعي للبناء والحياة بموادها الطبيعية مجسدة بالألوان والرسومات التراثية لتظهر تلك المدن ببيوتها الطبيعية الرائعة لمختلف القرى والمدن كالرياض التي تظهر أسلوب البناء قديما وحياة نجد ومختلف أنماط الحياة هناك. وكذلك جدة في عرض متميز لبيوتها وحاراتها وسكانها وبعض أنماط الحياة المختلفة. وكذلك نجران وجازان. وأيضا الباحة وتهامة. وهنا عرض إبداعي لبيئة البناء في جنوب المملكة إجمالا من نماذج بيوت مبنية بالحجر، وكذلك البناء المختلط، وأيضا البناء الطيني والعشة الجازانية، إضافة إلى عرض الحياة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وغير ذلك. ولإطلال مدينة جدة التي تحتضن البحر الأحمر أجمل الشواطئ، كان لابد من إعطاء نبذة عن حياة الصياد قديما وبيئة البحر الأحمر لما يحتويه من جمال وثروات، كما طعم هذا الجناح ببعض الأحافير والمتحجرات التي تعود إلى ملايين السنين ليستفيد منها الباحث والدارس والزائر. وهنا عرض للحياة البدائية التي كان يعيشها الإنسان قبل ملايين السنين في الجزيرة العربية، وأيضا يحتوي على بعض الحيوانات المحنطة التي كانت تعيش في تلك الأزمنة. إضافة إلى احتواء الطابق على أجنحة تلامس عادات المجتمع السعودي المختلفة مثل قاعة الزفاف في عسير الزاهية بالألوان والتي تسمى القط، وتحتوي على معمل الإكسسوارات المستخدمة في الزينة وأدوات العروس المختلفة، وكذلك القاعة المسمى بالريكة والمخصصة للعروس في مدينة جدة. ويشمل هذا الطابق التطرق لمختلف أنواع الملابس التراثية للحاضرة والبادية
ولمختلف مناطق المملكة العربية السعودية من قرى ومدن، إضافة لعرض ممرات الجناح السعودي للملابس المختلفة، وأبرزها ثوب المجارد وجهينة ولبني مالك ووادي الدواسر، وكذلك للمنطقة الوسطى والشرقية وبادية الحجاز وغيرها إلى وقتنا الحاضر وحتى الحديث منها. وينقسم جناح الملك عبد العزيز إلى 4 أقسام رئيسة بعدد 11 قاعة، حيث تشمل التالي: أولاً الواجهة الرئيسة، وهي التي تتحدث عن الحياة في الجزيرة العربية قبل توحيد المملكة العربية السعودية لتسجيل العادات والتقاليد والثقافات المختلفة، مع عرض لمجمل الحياة في تلك المنطقة. ثانياً قاعة الملك عبد العزيز، والتي توضح المراحل الأساسية لتوحيد المملكة العربية السعودية مدعمة بالصور والكتابات المفصلة. ثالثاً غرفة الصور الفوتوغرافية، والتي تعرض صوراً فوتوغرافية للملك عبد العزيز يرحمه الله مع ملوك ورؤساء العالم. أما القسم الرابع فيشرح النواحي الاقتصادية والتجارية في تلك الحقبة السعودية التاريخية، ممثلة في أسواق مختلفة منها سوق البسطة، والذي يعرض كافة أنواع التجارة والحرف اليدوية والصرافة والفنون وطرق المعالجات الشعبية القديمة حتى الوصول إلى النهضة السعودية، في عرض لسوق الجنادرية، والذي يشكل ملحمة ثقافية في وقتنا الحاضر تحكي تاريخ الماضي والحاضر، مدعمة ببعض صور الفلكلورات الشعبية المختلفة في مناطق المملكة العربية السعودية. هذا الطابق يحتوي على عدد كبير من اللوح الجدارية، إضافة إلى عدد من القطع التي تمثل الأدوات المختلفة من زينة وصحف وحلي نسائية وغيرها، إضافة إلى مجموعة من الأسلحة القديمة المختلفة. ويتميز هذا الجناح بتعدد معروضاته الثقافية والتاريخية والعلمية، وأيضاً يهتم بعرض شامل لما وصلت إليه الصناعات والمنتجات في المملكة العربية السعودية. وهنا لنا وقفة في هذه القاعة التوثيقية لعرض حادث متحف عبد الرؤوف خليل عام 2001 للميلاد، حيث تحتوي القاعة على صور فوتوغرافية للمتحف قبل الحريق وبعده، وكذلك على قطع من مختلف مقتنيات المتحف، وقد أعيد ترميم جزء صغير من هذا المتحف فيما بعد. قاعة الصور الفوتوغرافية، تعد هذه القاعة من أهم القاعات التي تجسد النواحي التاريخية لملوك المملكة العربية السعودية، وكذلك صور تاريخية عن مكة المكرمة والمدينة المنورة ومختلف مناطق المملكة، تجسد كافة الحقب التاريخية إلى يومنا الحاضر. قاعة الفن الفارسي، حيث تحتوي هذه القاعة على مجموعة من السجاد المصنوع من الصوف والحرير، وكذلك قطع من النحاس والمعادن المختلفة الأشكال. وهنا وقفة أخرى مع قاعة الفن التشكيلي، حيث يتجلى إبداع الفنان التشكيلي في هذه القاعة، وتمثل بداية النهضة الفنية ولوحات تحكي واقعية الحياة الاجتماعية، وكذلك البناء القديم في المملكة العربية السعودية.
الممرات. وعندما نتجول داخل أروقة ممرات هذا الطابق الزاخر باللوحات الجدارية لشتى أنواع العلوم والمعارف التاريخية والعلمية والفكرية، إضافة إلى تخصيص الممرات لعرض كافة المصنوعات والمنتجات الوطنية بالمملكة العربية السعودية لتجسيد مدى تطور الحضارة بها. وأيضاً يحتوي هذا الطابق على قاعة لإعطاء الزائر بعض التصور عن التراث السعودي لمختلف الأدوات المستعملة قديماً وحديثاً، وكذلك قاعة الفن الأوروبي، حيث تحتوي على قطع مختلفة الأشكال ما بين النحاسيات والفخاريات والحيوانات المحنطة وغيرها. وهذه القاعة سميت بقاعة الفن المنوع، التي تحتوي على نموذج من القطع الفرعونية والفخارية والحرف اليدوية الحديثة، كما تحتوي أيضاً على لوحات للفن التشكيلي، إضافة إلى أن هذا الطابق يحتوي على مجموعة من الأجنحة بعدد 30 قاعة خصصت للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المحمدية المطهرة، ليستفيد منها الباحث والدارس في هذا الموضوع. يتخصص خان آل خليل التاريخي، وهو مجموعة من المتاجر، في بيع التحف وبعض التراثيات لرواد المتحف من مختلف الدول.